مانيش مصدق يا جماعة وانه عنا تقريبا شهر لا برلمان لا رئيس حكومة لا عركو معروك. الدنيا الكل عم قيس عيد وهنا نحن نستنيه كل مرة شنو باش يعمل. البلاد تو بالرسمي ماشي بالكلمة والنية الطيبة. ما هو قال لنا هو وعدنا مانيش باش نولي دكتاتور وباش نحترم ونقعد في الدستور وباش نركحلكم جوكم. بخلاف هذا العمل قادة مع صحفيين لا انترفيوات لا حتى شيء. الاتصال والتواصل يسمع به يسمع. هاك كل مرة يستدعى شكون يحط قدامه يلبسها الميكرو ويهبط فينا بانش لاينوات. والحقيقه انا موضوع الكوميونيكاسيون كيفاش الدوله تحكي معانا عنده مده يحك فيا، وعلى ذاك برجي بشربك واجي اركش خلي نفرك الرمان. به برجوليه خلينا نبداو ونقولوا وانه الدوله تحسها عامله علينا مزيه كي تخرج وتحكي لنا شنو فهموا شنو ما فهمش. بعد 25 جويليه واللي سميناه نحن لهنا المنعرج 80 رئيس الجمهوريه ولا هو الممثل الوحيد للدوله يخرج ويتكلم ويديبلاسي ويقابل في الناس في القصر ولا خارج القصر. الحديث يبدا من استغلال النفوذ والخروج على القانون والسياسيين اللي يفسدوا ويفسدوا في فلوس الشعب والكلام صعيب هذاك. حتى كش اللي يخلط لنا ويحكي لنا على غساله النوادر وصوم البطاطا ومسالك التجويع كيف ما سماهم هو. رئيس الدولة توا قاعد يكور وحده بعد ما جمد البرلمان اللي بطبيعته هو باش يدخل في عطلة وبعد ما نحى رئيس حكومة وتو لحط رئيس حكومة جديد. ولهنا نجم نقول وانه رئيس الدولة هو الوحيد اللي قاعد يظهر في الصورة بعد اللي ما فما حتى حد اخر ينجم يخرج ويطمن الناس بعد القرارات اللي خذاها. باش ما ندخلوش في التفاصيل اللي ما تهمش برشا الناس خلينا نتفقوا وانه رئيس الجمهورية كيفها كيف اي مؤسسة تابعة الدولة لازم يكون عندها ناطق رسمي. الناطق الرسمي ذا يخرج يحكي في نقاط إعلامية ولا ندوات صحفية ويقول البلاد وين ماشي شنو باش يعمل الرئيس مع شكون اجتماع مع شكون قعد وغيره. بالطبيعة الصحفيين من حقهم يسألوه ويستفسروا ويوصلوا حتى يغصروها ويحطوا الرئاسة في كوان خاطر أبريتو هذيك هي خدمتهم اللي يخلصوا عليها. هذا اللي نورمال مو يصير في وضع عادي فيما بالك بتدابير وإجراءات استثنائية وقت اللي نورمال مو الدولة تعمل استراتيجية كاملة متاع اتصال الأزمات كوميونيكاسيون دو كريز. أما اللي صاير توا وإنه قيس سعيد مساتوري الاسباس متاع الدولة الكل هو الوحيد اللي يخرج ويحكي ويعمل في الليمونولوج على المنظمات والصحفيين والسوناد والستيج وغير 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 يستدعاهم يقعد يحكي هما يسمعوا هكا هو دايم الفرح برا وروحوا على رواحكم ونقعدوا نستناو رئيس الجمهوريه وقتاش يطل علينا من جديد. دي حتى كان مش حكيوا على علاقه رئيس الجمهوريه بوسائل الاعلام ما نجموش نحكيوا اصلا على خاطر ما فهميش اتصال وتواصل بالمعنى اللي نفهموه نحن. يعني ما فهميش واحد يسال والاخر يجاوب لا واحد بركه يحكي والاخرين الكل يسمعوا شنو يتقال. الوسيلة الوحيدة اللي رئيس الجمهورية قاعد يكومينيكي بها هي الباج متاع الرئاسة اللي تهبطلنا ديما في فيديوهات المانتيا واللي مركز ديما على الرئيس. هو لما حالة حاجة طبيعية على خطر هو اللي يمثل مؤسسة رئيس الجمهورية. اما ما هوش طبيعي كي نبدأ نحكيه في دولة قانون ومؤسسات. في العالم الكل ديوان رئيس الجمهورية تلقى فيه نطق رسمي رئيس ديوان ومستشاري. كان نحنا في تونس من المؤسسة هذه كل ما نعرفه كان ثلاثة عباد رئيس الجمهورية قيس سعيد ونادي عكاشة وتو هو خلط عليهم وليد الحجاب اللي ولى على اساس نطق رسمي. يا رسول الله هي نادي عكاشه ما تعرفنا عليها كان ما خرجت حكايه الجواب المسموم. تصرفات كيف هذه الحقيقه تنجم تخلق حيره وقلق عند الشعب والشركاء الدوليين زاد. هالغموض والمونك دو كوميونيكاسيون هذوما ما نجموا يخلقوا كان ارضيه خصبه نظريه المؤامره والاشاعات والتشكيك المتواصل في كل شيء. ممكن اللي يعمل فيه قيس سعيد حاجه عاديه تابعه للتدابير الاستثنائيه، اما التدابير الاستثنائيه ذي ولات بزايد وكي تكثر الاستثناءات تغيب القاعده وكي تغيب قاعدة الساس يولي خايخ وكي ينهار الساس يتيح على ريوسنا كل ولا عاد تنفع فيها صواريخ دستورية ولا غسالة النوادر. هني نحب نحكيكم على باحث فرنساوي كتب كتاب اسمه جوفرني سيباريتا، يعني انك تحكم لازم تظهر. الكتاب هذا يحكي على التسويق السياسي ولا بلغتنا الماركتينغ بوليتيك واللي هو كيفاش تستعمل وسائل الاتصال باش تأثر على الرأي العام ولا الناخبين. يعني مثلا كي تهبط فيديو لقيس سعيد في باج الرئاسة وهو يمشي في الشارع لحبيب بورقيبة والعباد تعيط باسمه ويحيي الشعب وما إلى غير ذلك، هذا من الكل ما ينجموا يكونوا كان ديزانجريديون ومعون انتخابي اللي هو والا ينجموا يستغلوه انصاره في الانتخابات الرئاسيه الجايه. كي نجيو نشوفوا في العالم والديمقراطيات الاخرى من اهم الحاجات اللي ركزوا عليها هو كيفاش وقتاش يخرج الرئيس يتكلم. في نفس الوقت لازم ديما يبدا فيما نطق رسمي اللي يعمل ندوات صحفيه ويحكي فيها مع الصحفيين ويجاوب على اسئلتهم ويقول شنو هي صاير في البلاد. تنزيد نمشي بكم بعيد، في امريكا مثلا الرئيس عنده تويتر بيرسونيل نتاعو اللي يحكي فيه كل يوم ويعطي رايه في شنو هي صار في البلاد وفي العالم. بالتكنولوجيا متاع توا والسوشيال ميديا الكوميونيكاسيون اتطورت برشا وتقريبا ما عادش فما بارير بين الرئيس والشعب. انتريتون
قيسون ريكش على الفيسبوك يهبطنا في الفيديوهات وهو يحكي وجناحه يرد عليه. انا واحد من الناس درق قديش من مره نحل ونتفرج في فيديوهات بتاع دي يوتيوبر معروفين يا اما في فرنسا ولا كندا ولا امريكا ولا غيره اللي يحكيوا فيها مع الرؤساء، يا اما يلعبوا جو والا يعملوا ديبا على موضوع معين، المهم يخرجوا من القالب اللي استنسنا بيه بتاع الكرافات والكسوه والخطابات. تخيل انت تحل فيديو يوتيوب تلقى رئيسك يحكي معاك باللغه اللي تفهمها انت ومواكب عصره وفاهم شنو هي انت تحب. لما حال قيس سعيد عمل نفس الحاجه في الحمله الانتخابيه بتاعه وقت اختار في الاعلام التونسي باش يعمل انترفيو وكان معنا اما ملي شد الكرسي وخلط القرطاج وتهنى على بلاصة لم كنتي ولا حجار برجولي. في وقت الكوفيد مثلا ايمانويل ماكرون بدا يستخدم في التيك توك اللي ضرب برشا في العالم وقتها باش يحكي مع الناس والمواطنين على الكوفيد وعلى مخاطر، وحتى لتو مازال يهز التليفون ويعمل فيديوهات ويعمل تيك توك ويحكي فيه شنو صاير في البلاد. توصل حتى عمل دي في مع دي يوتيوبر وقال لهم كان تعملوا فيديو توعيوا فيه الناس على جيست بارير والكوفيد وتخلطوا 10 ملايين نستدعاكم لليليزي، وهي هي وعملها. اللي نحب نقوله لكم ونزيد ناكد عليه وانه في الديمقراطيات والدول اللي تحترم الناس اللي تحكم راهي تخدم عند الشعب، وعلى ذاك لازم ديما يحكيوا معانا ويقولوا لنا شنو فما وشنو ما فماش وشنو هي الخطوات الجايه. قيس سعيد نجم يكون ماشي في الثنيه صحيحه ونيته طيبه واللي تحب انت، اما في اداره الشان العام الحكايه ما تمشيش بالنيه. من حقنا كتوانسه نعرفوا بلادنا وين ماشيه ونعطيو راينا زاده، هذا الكل ماهوش باش يتعمل باستراتيجي اللي قاعدين نشوفوا فيها نتاع لي مونولوج. لازم ندوات صحفيه وحوارات مع الرئيس باش يحكي معانا ويوضح الرؤيه، وربي جريها على الصلاح. هذه كانت حلقتنا اليوم اللي حكينا فيها على الاتصال السياسي كوميونيكاسيون خاصة تاع قيس سعيد. كان عجبتكم الحلقة متنساوش باش تعملوا جيم كومونتير بارتاجيوها مع اصحابكم وتعملوا خاصة ابوني، وها الانستغرام تاعي الانستغرام تاع نواد، وانا نشوفكم في الحلقة الجاية. باي باي.